بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لقاء اليوم من سلسلة خفايا عالم الجن عن نزغ الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحقيقة نزغ الشيطان يعني الشيطان يحتال عليك، يدخل مثل الإبرة، يدخل إليك من حيث لا تحتسب. تكون جالسا بعد أن أديت الصلاة، تأتيك فكرة أو هاجس أو نوع من الوسوسة، تقول لك لماذا لا تفتح اللابتوب مثلا، يعني بالنسبة للشباب، وتشاهد مقطع إباحي لتمتعنا، مع أنك قبل قليل كنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني قبل دقائق كنت تصلي وتستعيذ بالله من الشيطان وتقول اهدنا الصراط المستقيم. يأتيك الشيطان فيقول لك لماذا لا تمتع نفسك قليلا، والقضية سهلة، إن الله غفور رحيم، أنت لن تزني، لن ترتكب فاحشة، لن 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 كذا. فهذه عملية النزغ بخفاء، يأتيك بخبث وخفاء ويسهل عليك المعصية. طبعا أيها الأحبة، الله عز وجل أمرنا أن نغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم. لماذا؟ لنحفظ فروجنا، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر أخي الحبيب يقطع عليك أسباب الزنا والفاحشة، لأنك بمجرد أن تنظر إلى امرأة فاتنة وتمعن النظر وتبدأ نفسك تستمتع بهذا المنظر، فإن الدماغ هنا كما يقول الباحثون يفرز هرمون اسمه هرمون السعادة، الدوبامين، الذي يسبب الإدمان على هذا العمل، تماما مثل الإدمان على الكوكايين أو المخدرات. كلما شاهدت مناظر أكثر تطلب منك هذه النفس أن تشاهد أكثر وأكثر وأكثر، وهذا هو الإدمان، تماما مثل الذي يشرب مخدرات فيطلب المزيد والمزيد ويشعر بحاجة ماسة للمزيد. وهذا الكلام علمي على فكرة، هذا الكلام الذي تحدثت به الآن هو ملخص لبحث قامت به جامعة كامبريدج عن تأثير المقاطع الإباحية على الدماغ، وأن تأثيرها يشبه تأثير المخدرات من حيث الأضرار ومن حيث الإدمان، تسبب الإدمان. فأنت إذا استجبت لهذا النزغ، هي فكرة تخطر ببالك، معلومة، فإذا طاوعتك يدك وبدأت تبحث عن هذا الموقع لترى بعض الصور واللقطات، هنا سوف تبدأ بالابتعاد عن ذكر الله، لأنه من غير المعقول أنك تنظر للفاحشة و تذكر الله أو تقرأ القرآن، لا، لأن ذكر الله يتناقض تماما مع المعاصي. وبالتالي أخي الحبيب ما الذي يحدث؟ يستحوذ عليك الشيطان. القضية تبدأ بعملية نزغ بسيط، فكرة معلومة تدخل بهدوء وتستقر في قلبك، ويبدأ الشيطان يجمل ويزين لك الموضوع ويخفف عنك أثر هذه الفاحشة، وبالتالي
بمجرد أن بدأت بالمشاهدة تبتعد شيئا فشيئا عن ذكر الله. يبدأ الشيطان يستحوذ عليك، يحيط بك ويتمكن منك، ويبدأ بإعطائك مزيد من الوسوسة، تماما مثل المخدر. يعني عملية النزغ هذه أشبه بتخدير للإنسان، يصبح فاقدا للسيطرة على نفسه. أصبح إبليس أو الشيطان هو الذي يتحكم بقراراتك واختياراتك، ويتحكم بسلوكك أيضا. لذلك الله تعالى يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن مع الزمن تنسى ذكر الله، وتتعمق أكثر بهذه المعصية، ومرة على مرة تجد نفسك أنك وقعت في فاحشة ما من دون أن تشعر. لذلك هنا القرآن بدأ معك منذ البداية. ميزة القرآن أنه لا ينتظرك حتى، لا ينتظر المشكلة حتى تقع ثم يجد الحل. كل أطباء الدنيا وعلماء الدنيا ينتظرون المشكلة حتى تقع، المرض حتى يقع، ثم يعطيك العلاج، إلا القرآن يعالج المشكلة قبل وقوعها. هذه ميزة قوية جدا موجودة في القرآن كاملا. كل آية من آيات القرآن فيها علاج لمشكلة ما في حياتك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني فكرة بسيطة تأتي لذهنك تأمرك بالمعصية، تأمرك بقطع الرحم، تأمرك بمنع الصدقة عن إنسان كنت تنوي أن تعطيه فتمتنع. ما هو العمل؟ فاستعذ بالله من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن يا رب أنا أطلب منك الحماية والحفظ من شر هذا الشيطان، لأنك سميع تسمع هذا النزغ. نحن لا نسمع كلام الشيطان بآذاننا، لأن صوت الشيطان غير مسموع، ولكن نجد أثره في صدورنا وسلوكنا وحياتنا. فأنت يا رب سميع، أنت تسمع كل ما يقوله هذا الشيطان، عليم به أكثر مني وأكثر من أي أحد، لأنك أنت الذي خلقته. فاحفظني من شري، هذا هو معنى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لذلك أخي الحبيب، احفظ هذه الآية، كل يوم كررها. تجنب هذا النزغ البسيط، أي فكرة تخطر في بالك، تشم منها رائحة المعصية، أو أي معلومة تخطر ببالك لا ترضي الله، مباشرة قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك صيغ للاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فهو يهمز، يلقي بالفكرة هكذا بسرعة وبخفة، وهو ينفخ، ولكن لا نرى ولا نعلم هذا الأمر إلا أن النبي أخبرنا به. ونفسه ينفث أيضا ليزين لك الفكرة في صدرك، ليزين لك فعل الشر، ليزين لك المعصية، لتراها شيئا جميلا. لذلك استعذ بالله، وبخاصة بهذا الدعاء، احفظه الآن واستعذ الله عز وجل، استعذ بالله على الأقل 7 مرات كل يوم على الأقل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شر الشياطين جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.